ورقي جد لو نتكلم عليها قبل ما نبدأ نخش في تفاصيل. خلاص قلنا أهم بعد حصل فيها، يا جدعان الموضوع كله مش مستاهل لغات كتير تخش في بعض. فقال لك أنا one programming language، عشان أبقى دقيق، one programming language. أنت عندك لغة برمجة واحدة، بس ما تشتتش نفسك. طيب دي الحاجة الأولانية، يبقى Oracle JavaScript Extension Toolkit، دي خصها كلمة جد. خلاص بتدي الديفلوبرز إن هم يعملوا إيه، مودولر أوبن سورس Toolkit، بيعمل حاجات كلها أوبن سورس. This the modern JavaScript to CSS relational file العاديين جدا جدا جدا، بس الإمكانيات أعلى من كده. طيب بيتكلم معايا إيه هو الجيت؟ فبيتكلم إن Oracle Jet بيتارجت، ها نقرأ، intermediate to advanced JavaScript developer. يعني بيتكلم على مستوى معين، ما بيعرفش يتكلم مع يعني هو مش بيتارجت أي حد يكون لسه مبتدئ أو مخبط أو بتاع، لا ما ينفعش. خلاص عشان كده هتكلم عن الموضوع ده وهنحله إزاي، يعني ممكن يكون في بعضنا واقع في حاجات اساسيه لازم نلمها، هنتكلم عليها الاول، نعمل زي حاجات كده نلم فيها حاجات اساسيه قبل ما نخش نبقى داخلين على مستوى الجيت. خلاص طيب يبقى لازم في بعض المعلومات نبقى موجوده عندنا على ما نخش على مستوى الجيت. ممكن انط الحته دي كده ومنزل تحت خالص واقول لك ايه المعلومات اللي انت لازم تكون عارفها. لو نزلنا تحت اوريكل انت اوبن سورس، اوريكل جيت ميك سام بوبولار اوبن سورس لايبرز، يعني هو بيجمع بيستخدمهم، يعني بسبب حاجه اسمها كوردوفا، والكوردوفا دي تخص الموبايل ابلكيشنز، والموبايل ابلكيشن بتاع كوردوفا هو كروس بلاتفورم الموبايل ابلكيشنز، قايم في الاساس على الجافا سكريبت بروجرامنج لانجويج. خلاص وبيديك امكانيه انك توصل للاندرويد الاي او اس الويندوز فون الى اخره. خلاص فمحتاجين نبقى عندنا معلومات ازاي بننزل الماشين بتاع الاندرويد، ازاي بنرن الابلكيشن بتاع الاندرويد بتاع الاي او اس بتاع مش عارف ايه كلام ده. قول عندي سؤال دلوقتي، لسه بدأنا نقول حاجه في الموضوع. يعني هو الكود اللي هكتبه للويب هو نفسه الكود بقى يشتغل بالابلكيشن ولا هكتب كود تاني؟ يعني السؤال مش محتاج يتسال كده، محتاج يتقال ايه؟ الكود كلمه مبهمه، الكود اللي هو فيه بقى ايوه انا اللي بيعمل ايه؟ انا عارف ما هو كل شيء بس بتعمل هنا النقطه دي، الكود اللي هو بيعمل ايه؟ يعني مثلا لو انا كود موبايل مثلا بيفتح كاميرا، طب لو بفتح بلوتوث ماشي، طب لو بشغل جي بي اس ماشي، طب الكلام ده اخده جوه هو احطه في الويب يعني؟ مش منطقي يعني 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 في بعض، والا ما كانوش خدوا كوردوفا، كان قال لك ما هو لغه واحده وبتشتغل في كل الاتجاهات وخلاص. ايوه بتشتغل في كل الاتجاهات، بس هنا الكومبوننتس مختلف، الاعدادات مختلف. يعني عايز اتكلم مثلا الاكسلوريمتر مثلا اللي هو اللي هو بقى ماسك الموبايل بعمل كده مثلا فبيتحرك ده، هتقول لي اعملها في اللابتوب؟ يعني همسك اللابتوب بعد ماشي بيعمل كده يعني مش ف لو ميثود عادي ايه لو ايه الفانكشنز العاديه هي واحده اللي هي جافا سكريبت، يعني يعني كل اللانجوج بتاع جافا سكريبت هنا وهنا واحده، هتحط اريت تجيب مش عارف تعمل لوب تعمل مش عارف ايه تحط فانكشن عيش. خلاص طيب هاي هي بتعمل هايبرد ابلكيشن اللي احنا بنسميها دلوقتي بقت اسمها دارك كروس بلاتفورم، بقى الهاد ده الاسم اللي هو دارك شويه، بس هو انا بحب كلمه هايبرد اكتر، بس هو انتشر كروس فخلاص كروس ماشي، بس كلمه كروس يعني شويه انا بشوفها كروس بلاتفورم يعني بيشتغل على الاوبريتنج سيستمز المختلفه. خلاص هايبريد يعني هو ما بين الويب وما بين الموبايل، فحس ان كلمه هايبريد اولى، بس ما علينا مش مشكله اللي ينتشر احنا ما عندناش مانع، سيبك من المسميات احنا لنا في الايه الشغل ذات نفسه. ريكوير جي اس، ريكوير جي اس دي لايبرري مهمه جدا بالجافا سكريبت، وما بيتكلمش معاك في الاساسيات دي، لازم يكون عندك باك جراوند عن الكوردو، لازم يكون عندك باك جراوند عن ريكوير جي اس ولو بسيط، عشان هو بيتكلم الانترميديت الادفانسد، لو دخلت كله مره واحده هتلاقي نفسك كهربت، انت لازم يكون محتاج عندك ايه باك جراوند. نوك اوت، وما ادراك ما نوك اوت، هو العمود الفقري عندنا في الجيت، يعني هو اساس قوي جدا في الشغلانه بتاع الجيت، مهم جدا. الجي كويري، والجي كويري في الناحيتين، خلاص الجي كويري للويب يوزر انترفيس والجي كويري فور الموبايل، لازم يكون عارفين جي كويري عندنا على الاقل البيزكس، ما اخشش كده في الجيت مره واحده غير ما اكون عندي عند الجي كويري شويه خلفيات. خلاص وفي الاخر هناخد شويه حاجات تخص الجيت ذات نفسه بقى، الجيت ذات نفسه بقى منزلنا شويه يو ايز ومش عارف ايه، هديكم شويه يعني ناخد بريف كده عن الموضوع كده على السريع ونشوف ايه الامكانيات اللي موجوده وربنا يسهل ان شاء الله.
هي بتنزل يعني جد في الاساس بينزلنا حاجه اسمها التا يو اي. يعني الالتا يو اي بيعمل لنا شويه حاجات كده جميله في الانترفيس بجانب شويه تيمبلتس جاهزه للموبايل ومش عارف ايه وكلام زي ده. هنشوف. فاحنا لازم نبقى عندنا يعني ايه باك جراوند عن الحاجات دي قبل ما نفتح الجيت ذات نفسه وندوس فيه. طبعا فوق دول كلهم اتش ام ال 5 سي اس جافا سكريبت مش هتكلم عليه. فوق دول كلهم يعني مش عارف ليه ما حطهمش كاساس. كانوا هم اتكلموا على اساس دي اوبن سورس باكجز هم جمعوها، لكن ما اتكلموش على البيور. البيور هو اتش ام ال 5 وسي اس اس وايه وجافا سكريبت. خلاص. طيب يبقى احنا اللي ودانا دي حته الانترميديت تو ادفانسد جافا سكريبت. عشان نعرف احنا لازم نعرف ايه عشان نبقى جاهزين، عندنا جاهزين نقدر نخش. اديني جت يا عم مش هيهمني، ادخل كل ده ببعض وما عنديش مشكله. لكن لو دلوقتي دخلت كل ده ببعض بكتب ريكوير جي اس حته من فوق وتحتيه بكتب كود النوك اوت وبنادي على الجي كيو الناحيه الثانيه وبربط لك مع الالتا يو اي، هتلاقي نفسك مش هتقول اي مش هتقدر تفهم. فاحنا محتاجين شويه انتدكشن عن الحاجات دي قبل ما نخش في الايه نجمعهم كلهم مع بعضين. على الاقل مثلا حتى في الكوردوفا عشان تشغل الكوردوفا ورنها ازاي واشغل بيها موبايل اب ازاي وبتاع من ده لوحدها منفصله قبل ما ادخلها في كل الايه الكلام ده كله. طيب وركينج اون كلاينت سايد ابلكيشنز. الله. طب والباك اند وانا اتكلم على كلاينت سايد. طب والسيرفر سايد؟ سيرفر سايد في الاساس الجد مش المسؤول عنه. خلاص. مين المسؤول عنه في الشغل بتاعنا؟ النود. فهو ما ضافش اي حاجه في السيرفر سايد خالص. انت شغال نود جي اس. هو اصلا الاوركل جيت ما هو الا كومبوننت نازل على الـ على النود جي اس اساسا. هو النود جي اس يعني العملاق الحديث اللي الناس لسه مش عارفه يعني حاجه عملاقه جدا اتبنت كلها. خلت بس ما عادش في حاجه قد كده. خلت الجافا سكريبت تعرف ترن على السيرفر سايد. اما عملت الحركه دي قومتها على حاجه اسمها جي 8 كانت منزلها او كروم في 8 نزلتها اصلا جوجل، وهي اللي عملت الانطلاقه لمين؟ للنود جي اس. والنود جي اس بدا يقول لك خلاص طب انا كده ممكن اشغل حاجات على السيرفر سايد وكلاينت سايد وبدا يعمل طفره جامده جدا. ليه؟ لان معنى كده ان انا اقدر اشغل كلاينت سايد وسيرفر سايد وكل حته ايه؟ جافا سكريبت. ده كده تبقى الدنيا جميله جدا. خلاص. وبعد كده عملوا فيه شويه تعديلات داخليه في بناء النود ذات نفسه هنتكلم عليها. التعديلات دي خلت النود سريع جدا. فما بيجي بيتقارن مع الاولد فاشن سيرفر سايد تكنولوجي بيعمل مشاكل معه وهم مش طايقينه. كل الناس مش عليها بتوع الجافا ما بيتقوش وبتوع الاي اتش ما بيتقوش وبتوع الاس بي نت ما بيتقوش بتاع كده يعني. لان هو وهم بقى يعملوا بلوجرز يكتبوا فيها ان لا مش هسرحهم من هناك. ده عنده بوتل نيك بتاعت حاجه اسمها السنجل ثريد او المين ثريد بتاع ماشي. مع ان هنتكلم عن نود يعني هيجي له برده ما هو برده اساسي في الليله دي يعني. خلاص. فهو برضو كان المفروض يتحط تحت مع ضمن الحاجات بس هو ما قدروش يحطوه عشان هو اللي مبني عليه اصلا كل حاجه يعني. فاهم ازاي كده؟ يبقى السيرفر سايد هو ما قدمش في حاجه كجت. جت جت تقول لك انا اصلا يعني لما تيجي تقرا كده لما تيجي نقرا اخر حته يعني هتلاقي ان هو اصلا جاي عشان يكومينيكيت مع الكلاودز. فالكلاودز بتديك اي بي اي هو بيجدها وبيشتغل. طب انا عايز اعمل حاجات لوكال فانا ببني النود جي اس اصلا سيت اب متسطب معايا فانا اللي هخليه جنريت الاي بي اي واشتغل. لكن انا شغلي كله بني لك الشغل كله من اول الايه الكلاينت سايد الناحيه الثانيه. خلاص. يبقى هو كولكشن اوف اوبن سورس جافا سكريبت لايبرز. خلاص. كلها مبنيه على الجافا سكريبت بيزد على الجافا سكريبت. بتخلي الموضوع سيمبل وبتاع وبسيط وجميل وبيلد ابلكيشنز ومش عارف ايه وانتر اكت في الاساس وذ الاوركل برودكتس اند سيرفيسز. طب واحد يسالني يقول لي ايه وانا مش هكومينيكيت مع الاوركل برودكتس بتاعتكم دي فيها مشكله؟ مش اي مشكله حته سويه عادي جدا يعني. هو عايز يقول لك ان الباك اند المفترض تبقى حاجه بقى من حاجات اوركل بقى وبتاع ده كلام يعني لازم يعني يقوله. لكن في الاول وفي الاخر هو حتى كاتب سبيشالي ايه اوركل كلاود سيرفيس يعني بالذات لو يا سلام تربطه مع اوركل كلاود سيرفيس. بس انا مش عايز اربطه انا مش مشكله عشان في ناس يقول لك ايه هو انا لازم ابني الداتابيز بتاعته اوركل ده انا عشان ابني الداتابيز اوركل على اوركل جيت فين السيرفر اللي هيستحمل؟ يا عم ابني الداتابيز بتاعتك ماي سيكو ابنيها مونجو دي بي ابنيها اي حاجه. هو ملوش دعوه اصلا بالكلام ده. ازاي ملوش دعوه؟ بعدين بنفصل الفكره بتاعته اساسا ليه منفصله يعني. طبعا من هنا عشان تبقى بس كومباتبل اكتر مع اوركل ولا ليها دعوه بالكومباتبيلتي اساسا. هو بيستنى اي بي اي بياخد منها
الاي بي اي ده عباره عن كود وراء ايه الاي بي اي هو شايف ايه هو شايف حاجه خالص هو في الاخر شايف الاي بي اي بترمي له جيسون فايل بس الجيسون هو اللي بياخده بيشتغل عليه هو بقى محتاج ايه هو الجيسون فايل هو الفايل جبته من اي بي اي جبته من داتابيز جبته من بتاع ما بقاش فارق معاك فالاغلب هو امثل لمين للمونجو دي بي عشان مونجو دي بي هي اصلا جيسون ايه جيسون بيزد هي مبنيه اصلا على فكره الجيسون فلو انت شغال مونجو دي بي فبترمي زي ما هو عرضوه كده لكن لو انت شغال اوراكل هتحول وكونفرت الجيسون ومكتوب ايه في محادثه طب العكس او ماي سيكوال او غيره او غير فهي اليق للايه للحاجات اللي هي جيسون بيزد ليه بقى عشان حاجه كمان خطيره هو الجيسون يعني ايه جيسون جافا سكريبت اوبجكت نوتيشن جي اس وون جي اس جافا سكريبت وون اللي هي اوبجكت يعني الاوبجكت اصلا بتاع جافا سكريبت نوتيشن ده شكل الاوبجكت بتاع جافا سكريبت اصلا فبقى كده انت بقى رايح جاي من اول طرف الشاشه لغايه الداتابيس تحت كله جافا سكريبت فدي برضو ما بالنسبه لها هتبقى ايه تبقى رحلك صح ولا لا بعد انت خلاص انت في قلب الفكر بتاع انت دماغك اتفرمطت بقى جافا سكريبت وخلاص والموضوع بالنسبه لك بقى سهل ده ما بقاش معقد رح. طبعا دي فيتشرز موجوده فيه زي ما انقي اهمها يعني كله جافا سكريبت دي اول حاجه بوبولار اوبن سورس كلها اوبن سورس دي برضو ميزه ثانيه ما اختارش حاجات مقفوله ولا بتاع ده اختار كله من الاوبن سورسز بس يعني اي حاجه كانت كوميرشال هو ما مدش ايده عليها خلاص طيب ماشي 32 مش عارف ايه وكام لغه ومش عارف ايه ريتش يو اي كومبوننت انا بتكلم ريتش اللي هي الالتا يو اي لا لا ده ريتش يو اي كومبوننت اللي يعرف مثلا اسمها ايه اللي يعرف مثلا في ناس بتيجي تقارن تقول لك يعني ايه حاجه كده زي البوت ستراب يعني مثلا لو شفت الالتا يو اي والشغل اللي عاملاه اوراكل جيت هنا وحاولت تيجي تقارنها بالبوت ستراب هتحزن يعني فشل شاسع قوي يعني الدنيا مختلفه كليا وجزئيا يعني ماشي ماشي طبعا الميزه كمان بيلت ان موبايل سبورت يعني هو مبني اصلا عشان يسبورت الموبايل كمان الدنيا معاه مفتوحه دي كانت الايه الانترودكشن الموجوده في الاخ اللي موجود من بره ده خلاص طبعا لو انت هتقول جيت ستارتد يعني هيبدا يوريك ازاي تشتغل وازاي ان هو فيجوال ديفلوبمنت ومش عارف ايه وتكتب كود ومش عارف ايه وكلام زي كده كل ده هو كلام بسيط لكن في عندي ديفلوبر جايد في عندي لابو توتوريالز في عندي كوك بوك هنتفرج على شويه حاجات كده احنا بس ناخد خلفيه يعني كوك بوك مهم جدا عشان يديك يعني ايه اوراكل جيت يعني هو مقسم هنا الحاجات جروبس كوليكشن كنترولز فورمز فريم ورك لاي اوت نيم ناف وباترن وفيجواليزيشن لو حبيت تتفرج على الموضوع يعني لو خدت على الجريد مثلا الجريد عامل لك منها بص اشكال والوان فادي الجريد شكلها عامل كده اهو خلاص بيديك طبعا ملاحظات بيقول لك كود الاتش تي ام ال اللي مكتوب اهو بيقول لك الجافا سكريبت بتاعته اهي فاهمني ازاي والاثنين مع بعض اهو ادي الكود بتاع اتش ام ال وادي الجافا سكريبت وادي الايه التعليق بتاعنا وادي الناتج اللي هيطلع ده ابسط حاجه موجوده عنده لان هو مديك جريد بقى يعني هو مش منظر تاخد اتش ام ال بلوك لا ده هو متربط بداتا ومتربط بشغل وكلام زي كده يعني الموضوع متكامل مش زي مثلا بوت ستراب كانت واقفه عند الديزاين وبتاع كلام من ده لا وضع مختلف الايميل يبقى لينك ولما ادوس عليه يبعت لي ميل على طول ومش عارف ايه وكلام زي كده يعني المنظر دوت جريد معقوله يعني معتاده يعني هتلاقي برضو ادي الايه اتش ام ال بتاعها وادي الايه الجافا سكريبت بتاعتها يعني طيب وازاي بيتعامل مع حتى مديك السامبل ازاي تتعامل مع الايميل عشان تعمله لينك وازاي تتعامل مع مش عارف ايه والكلام ده كله والسالري تعمل فيه ايه وتخلي السالري جاستيفاي والفون يبقى كده والديت يبقى مش عارف عامل ازاي وده يتحط فيه علامه الدولار ساين وده يعني مديك تفصيل التفصيل ده منظر من المناظر يعني الايه البسيطه ده هو يعني احنا بدانا هنا مثلا والحاجات دي بتعمل ازاي يعني بس اوريكم افرجكم على شويه حاجات بص هنا الجريد دي لا دي جريد جريد في كل سيل شارت يعني
اه خد بالك هو مديك 2008 2009 2010 ومديك ايه اي بي وسي ودي ويو مش عارف ايه وكل خليه بيديك دي بتنفع في الـ في الجيجز اللي هي الجيج اللي هي العدادات. فلما يكون مثلا عندي مثلا في الفرع دوت 3 4 ماكينات وليهم مؤشرات شغاله عندي ومش عارف ايه فبيبقى عايز العرض انا يبقى شايف المؤشرات بتاعت كل حاجه شغاله ازاي وكلام زي كده بتنفع قوي في الحاجات دي. الكاستم ريندر دي اللي بتيجي عند سنين معينه تعمل لك فيها ملخصات يعني ديك الفور كوارترز بتوع السنه وكده يجمع لك الفور كوارترز ويجمع لك وبتاع ويديك يعني الكود ومديك الشغل بتاعه كله كامل يعني من الاخر مديك تمبلتس للموضوع مش بس مجرد حاجاتنا مديك زي اكسل شيت يعني طبعا كامل لانك بيديك كمان تكريت هو اديتابل ولا لا هو اديتابل يعني المفروض ان انا اقدر يعني اكسل شيت كامل اقدر يعني خلاص فتحت الليله انت كده على الاخر يعني معلش انا بحاول بس افرجكم قبل ما نخش في التفاصيل هنا طبعا عامل فكره ثانيه برضو هيت ماب عشان يوريك بقى الاماكن والسنين ويقول لك بقى والالوان تبقى لها معاني وكلام زي كده. الكونتكست مينيو خد بالك دي لعبه اكس او هو هنا بس احنا على فكره دخلنا في حاجه واحده بس الجريدات احنا كل ده جوه الجريدات بقى انواعها بس ما قلناش اكتر من كده يعني حتى هنا ده بص ببساطه يعني انت بتغير بس كام رو كام مش عارف ايه كام بتاع وعمال يظبط لك الجدول تحت دايناميك جدا ان هو انت بتظبط ال وبتظبط دايناميك الكود على طول ما هو اصلا متظبط انت بتدي له ارقام وانت بتظبط الدنيا يعني وترحل الفيلدز وبتاع ده كده يعني والحاجات دي فطبعا يعني بيديك امكانيات بسيطه جدا تقدر تبني بيها حاجات قويه جدا يعني هنا بقى الداتا بس تقريبا هتلاقي جايبها من ان هو بيتكلم على ازاي عرضها من مكان طبعا طلع كل حاجه معموله دوكيومنتد يعني الاكزامبلز مش ماشي انا في حاجه تبقى طويله شويه يعني عشان يملك الداتا دي كلها نستد هيدرز هتلاقي برضو تفاصيل الهيدرز ده كنت داخل اكتر من هيدر وجنبهم اكتر من ده طبعا الحاجات دي تبقى رخمه جدا في نهايتها يعني تبقى غتيته جدا يعني الكيوب وده مهم جدا يعني الكيوب اللي هو بيبقى كأنك عايز تعمل داتا من هنا السنه ومن هنا مش عارف المبيعات ومن هنا المنطقه وتبقى فتبدا تقول بقى ايه ازاي اقسمها سنين ومناطق ومش عارف ايه وكلام زي كده وطبعا شغل داتا ورهاوس ايه بيتحكم طبعا يعني مايننج ورهاوسنج وكلام زي كده وهنا طبعا بيديك كده امكانيات بقى للتشيك بوكسز مش عارف ايه ريد اونلي مش عارف بيحاول ايه يوريك كده كل ده كان كنا بس بنفرج حاجه واحده بس الداتا جريد الاندكسرز في عنده الاندكسر اللي هو البيزك بس اللي هو طبعا بيبقى محتاجينه دايما في الغالب في يعني في الويب مش معروف طبعا انتوا عايز تشوفوا خد بالكم من حاجه نسيت اوريها لكم برده انت ممكن تشوف كل حاجه عرضها ازاي على الموبايل يعني ببساطه جدا ده شكلها عرضها على الموبايل هيبقى عامل كده ده موبايل ايه وده هيبقى التابلت وده التابلت بالعرض على الـ على الـ يعني الروتيشن الاورينتيشن بتاعته بصراحه يعني انت عايز تشوفه ايفون كده هتشوفه كده فيديك السيمز بتاعته عايز تشوفه على شكل اندرويد هيبقى الشكل بتاعه عامل كده بتخليه كده موبايل ابن ناس عشان بس نبقى شايفين علم الويندوز فون بيبقى منظره عامل كده خلاص نفس الكنترول عشان بس الناس كانت بتسال الكنترول هو بتاع بس بتاع ايه بتاع الاندكس ده خلاص الليست فيو هما أدراك بالليست فيو يعني معلش خلينا نتفرج يعني خلينا نبص ناخد خلفية الليست فيو بيبقى ايكونة كده وشوية كلام ودي كلها على بعضها تعتبر ايتم يعني فاهميني؟ تعتبر ايتم برضو بتشوفها برضو العرض بتاعها باستخدام الاري مديك مثال هتلاقي برضو باستخدام الكوليكشن مديك مثال الجيسون فايل مديك مثال يعني مديك مثال بكل على حسب انت بقى جايلك اري جايلك جيسون جايلك بتاع تقدر تتحكم في الايه الحاجات دي يعني هنا مقسمك الفولدرز وتحتها الفايلز وتحتها الكلام الجميل ده هو طبعا هو متمكن بصراحه شكل عرضه محترم جدا ومتمكن يعني حتى بص سرعه الاضافه مثلا يعني هقول مثلا فايل مثلا ادوس اد خلاص اضافه بالموضوع بسيط يعني وقفت على شوجر مثلا وعملت ريموف خلاص الموضوع فطبعا مديك الحاجات جاهزه انت بس وظفها بقى ان ازاي انت عايز تكتب بقى تفهم الموضوعات دي كلها داخله ببعضها ازاي بحيث ان انا اقدر ابقى فاهم اصلا
يعني ايه observable، يعني ايه KO. KO دي اللي هي نوك اوت، هي اصل فكره النوك اوت اللي هي KO. اه هي بقى الشغل كله جاي من KO، وتبدا تشتغل عليها وتشتغل ازاي وتسلمهم بعضهم ازاي وكده. selection with a check box، يعني لو انت عايز تقدر سيلكت حاجه واحده او تقدر سيلكت مالتيبل، يعني يا اما تختار حاجه واحده كده يا اما بتختار بقى مالتيبل سيلكت، مديك برضو ليه الاختيار انك تختار اكتر من حاجه، يعني كلام زي كده في الليست عندك لو انت عايز تسيلكت اكتر من حاجه. دكتور نعم، ممكن نقطه تثبيت معلش. المونيتور سيلكشن بقى، سيلكشن ريكوايرد ولا لا، او هتبقى مضطر تختار والله كرنت اي دي كام وبتاع ايه ايه، قول الحاجات دي حاجه عشان تعملها كنت لا هنا مديك مثلا مثال لل... ده مهم اه طبعا شباب 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 ما كانش عامل الجزء ده مثلا بيبقى معمول طب عشان نسمع هنا انا بيبقى مثلا الشاشه دي ومديك طبعا شاشه زي شوبينج كارت او كده ادي الحاجه وبتاع مش عارف ايه، ومديك الريت ومديك السعر وتقعد كارت طبعا بتقدر تنكس وبريفيوس مش عارف ايه، ترتب من اللو للهاي، ترتب من الهاي للو، وتعمل مش عارف ايه كل طبعا تلاحظ طبعا السرعه لان هو بيرتب كي او كي او سريعه جدا في الربط بتاعها اد كارت على طول كده يعني، بس هو مش مكمل طبعا السايكل. الكارد لي اوت، شكل الكارد لي اوت دي الكروت بتاعته يعني. هنا بدأنا بتشتغل على تبات، ممكن تبدأ توريك شكل أكتر من شكل، الشكل دوت احنا شفناه من شوية، والشكل ده الشكل اللي شكل الكارد الكارد. هنا طبعا السيرش مثلا عدول طلع لي ليه الناس شكل الدريل داون، اخش على حاجه واكتب ما كتبش حاجه عندك وكده، مش بيديني اديت هو مديني فيو بس، يعني كانه بيدوس على حاجه بيخش في الايه في التفاصيل يعني. الايتم اوردر انا اقدر اشد ده كده المفروض ادوس عليه ايوه، هو مسحه كده ومرتبه مش عارف ايه، ممكن اجيبه في الويب كده ابص عليه كده في الويب بلاش يعني لو دبعش الكمبيوتر بعدين دراج ودروب، هتيجي بس تدوس على ال على اسمه ده علامة بتاعته بس. ممكن نقول مثلا بس ماشي دراج ودروب مع التيبل، ممكن ناخد دي ونحطها هنا مثلا طبعا الكاستمايز انيميشن لو تعال انيميشن يعني انت بتعمل عمليه او حاجه ما بس اس اس ال الموضوع بقى عايز فريم وعايز طبعا انا هتطول فيه جدا هتطول عشان تعرف حاجه زي كده هتبقى هنا الايتيمز بقى وتعملها ديسيبل وانيبل ومش عارف ايه، وتشوف الداتا سيت بيرفورمانس بتاعتك عامله ازاي يعني في العرض وكلام زي كده، ده كله ده في الليست فيو. احنا ما شفناش غير يعني تقريبا غير الداتا جريد والليست فيو، تخش بقى في الفيجن كنترول يعني هتتلوح يعني من الحاجات اللي هي اللي هم عاملينها بصراحه. طبعا ده ال اللي هو البيجينج ده اللي بيتكلم عليه. مثلا نخش على يعني طبعا لو قلت عرضت اعرض لكم الامكانيات اللي هو عاملها يعني بصراحه مظبط حاجات كتير، شغله كويس، شغلهم كويس جدا، عاملين شغل بجد يساعد المبرمجين يعني في الانجاز والكلام ده كله، عاملين شغل مثلا افرقكم مثلا على التريبيو مثلا افرقكم على حاجتين اختاروا حاجتين مثلا التريبيو البسيطة الجميلة دي اللي احنا بنحبها كلنا يعني عادية ايه؟ ممكن نعمل تريبيو بس مخلوطة تمسك الوان غير عادي وبساطة وبساطة يعني ضبطنا الديزاين. طب
طيب لو دخلنا مثلا اوريكم مثلا الفيجواليزيشن، خلينا نبص على الفيجواليزيشن اخر حاجه عشان نعرف نبص عليه ولا ايه. دخلت في الفيجواليزيشن تلاقي كل واحده منهم تدخلك على شويه من الفكره. مش عارف اقول لكم ايه ولا ايه بصراحه. الجيج اهي اللي كنا اتكلمنا عليها اللي هي العدلات، في منها طبعا اشكال كتير جدا للعدلات دي، طبعا الاشكال الشهيره status عايزين السيركلر السيلز كودز طلع ازاي. شوف الاديب على العدلات ده ممكن تستخدمه في العداد العادي صح، يعني في حاجات كده يعني في اللي هو عامل لك كده وكده ومينيمم وماكسيمم وانت بتتحرك ده. شوف يعني فكره ان هم يجيب لك بس السيلز كود بتاعتها قد ايه وكم، دي برضو في حد ذاتها التفكير في الاطار ده عصيب. تايم لاين، تايم لاين وما ادراك ما التايم لاين. تايم لاين طبعا ايه انت بص على التايم لاين. التايم لاين دي لو مثلا تخيل ان انا عندي تاريخ حصل فيه حاجه، مثلا اوردر في تاريخ كذا حصل له كذا، تاريخ كذا حصل له كذا، تاريخ كذا حصل له كذا، تاريخ كذا وكذا، ارجع منه مرتجع له بعد كده مش عارف ايه بعد كده فاهم ازاي. مش بس كده لاحظين دي ممكن انا اتحرك كده في الايه التايم لاين ليه؟ الموبايل. طيب بقى مجربوا انتوا. الموبايل هيبقى شكله هنا فظيع. انت ممكن ساعتها تضطر تختار على الموبايل مثلا الفيرتيكال، ما ينفعش ده. يعني ممكن تجيب لو منه فيرتيكال او فيرتيكال او بس ده تو، ده انا عايز فيرتيكال بس السنجل يعني فيرتيكال تو. ايه؟ هقول لك يعني فيرتيكال تو. ممكن تكون دي بالنسبة لك أوضح على الموبايل يعني. طبعا هو مديك كمان انك تقدر طبعا على حجم طبعا الملاحظات. ملاحظات لا الملاحظات اللي طالعه كبيره، انت كاتب ملاحظات كتير كتيره يعني. تخش في الفترات كنت تتحرك في الفتره وعايز تاتش سكرين كبر وتتحرك كده تتحرك ما بين الشهور اهو وبتشوف الملاحظه. بس الملاحظات طبعا لو كبيره مش هتبقى شايف بقيه الايه الملاحظات يعني، تضطر بقى تسكرول كده عشان تشوف بقيه الملاحظه كلها. بس برضو في حد ذاته انجاز يعني. لو بصينا على طب التو بقى، انت التو ده قصه ما يعلم بها ربنا يعني. التو ده اللي هو الطرفين يعني، حصلت حاجه من ناحيتنا وحصلت حاجه من ناحيته، حصلت حاجه من ناحيته وحصلت حاجه من ناحيتنا، حصلت حاجه من ناحيته كده تشوف الايه، تشوف الدنيا وتوسع السكيل بتاعك تبقى شايف حاجات اكتر وبتاع. طبعا عرض بنات بالشكل ده شغل يعني محترم. كان ده كان رد بس على الناس بتقول بوت ستراب يعني عشان حبينا. يا ابني انت بتهزر. الدنيا صعبه يعني. بس يعني هو مديك طبعا اكزامبلز وكلام زي كده، فاحنا محتاجين ان احنا نتعرف على حاجات كتير قبل ما نبص. انا بس حبيت يعني اعرض للناس يوز كيسز. دي حالات الشهيره يعني زي الكاليندر بصراحه يعني لو قعدنا نبص هنلاقي عاملين لنا حاجات بصراحه كتير جدا يعني. فاضل احنا بس ايه نشمر براحتنا ونتوكل على الله ونشتغل عشان ازاي مش يعني اشتغل يعني مش عايزين اكتر من كده. ف تريتو تشارت طبعا يعمل لك انيميشن على الموبايل صح؟ عارف انت عايز تقول ايه؟ ايه رايك على الموبايل؟ طبعا التولز دي لو تيجي تستخدمها في واحده هو كل ده تقول مش عارف كل حاجه بس بترنوا على الموبايل وتطلع منه اي بي كي ولا بتاع عشان الموبايل دي كانت كده يعني 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 اللي عاوز ياخد فكره عن فكره الاوراكل جيت. ارجع للجيت هوم ازاي تليرن بقى وتنزل الحاجات دي كلها في اونلاين تريننج في موبايل ديفلوبمنت لو انت عايز تركز بس في الموبايل. في ناس بتبقى عايزه بس الموبايل كلام زي كده. طب اعمل ستارت ازاي؟ ده في شويه تمبلتس جاهزه انت ممكن تقدر تشوفها في حاجات تمام جاهزينها ديمو هو يعني مثلا صغر الخط نزل الحاجات دي موجوده ما هي موجوده ما انت معاك شيء كوير ومعاك كل حاجه لكن في الاصل هو بيعمل ده لوحده. لكن مش زي ما انت بتتكلم عليه دوت ده ريسبونسيف ويب سايت. احنا مش ريسبونسيف ويب سايت بس احنا بننزل موبايل ابلكيشن. موبايل ابلكيشن يعني اب بتداونلوده من على 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 الستور وتسطبه ويبقى اب يعني هو عنده انك تعمل ريسبونسيف يعني هو اصلا اوتوماتيك هو بيعمل ريسبونسيف لكل التولز بتاعته
يعني التولز بتاعته كلها نازله بريسبونس, مش هتقدر تظبط انت الميديا كوير بتاعتها. هو جاهز اصلا كل الكنترولز بتاعته متظبطه على الميديا كوير, بدليل ان هو بيوريك بيقول لك خش على الموبايل شوف على البتاع شوف على ده وعامل ايه الميديا كوير. لا مش محتاج ان تظبط الكنترولز بتاعته, لكن عشان تخرج موبايل اب بقى بالناس اللي حالتها تخص الاندرويد او تخص الاي او اس مش ممكن تنزل الابلكيشن بقى ايه ده انا اخليه بروجريسيف ابلكيشن مانيفست بالظبط. هو بيبقى اصلا شغال ده كله. ايوه انتوا هو اصلا يا جماعه متجهز على كده. بص مثلا ده ديمو دي حاجه هم عاملينها انت شايفينها حلوه صح. طيب لو احنا دخلنا على الديفلوبرز انا عايز اجيب البتاع على طول احسن. انا مش معتاد قوي على الفايرفوكس فمش عارف بيجيبه منين الموبايل. هو ده صح مش لاقيه. ايوه هو خلاص اهو وصلنا له كده بالصدفه. ماشي ادي شكل نفس الابلكيشن طبعا مش حاجه هو بيظبط نفسه. ادي بقت المنيو بقت على الجنب اهي صح. ايه اسمها همبرجر منيو. شغال لو هو جعان كان بيعملها بقى. مثلا وادي البريفرنس ده الهيلب ده مش عارف ايه. وموريك شكل المنيو يعني بوريك هنا ستارتر اب شكل المنيو هنا وشكلها من هنا وكلام من ده. وطبعا سيب لك الكلام فاضي وكاتب لينكات كده اي كلام بتاعته هو وخلاص زي كده يعني الى اخره من ال ده ديمو. في تخش على في كذا واحد يعني مثلا ده طبعا اعمل لك هنا انترو يعني لا مش عايزين ليرن اسكيب داشبورد شكل اللوجن طب اللوجن ماشي ساينين ماشي بتاع ساينين اللي بجد ولا ايه ولا هو مش فاتح لنا ان احنا نتفرج شكله ده اللينك شكله كده ده اللينك هو بس شكل اللوجن يعني بس هو مديني شكل كذا شاشه فالمفترض ان انا فهمت ان احنا هنعدد الايه هو دي الخطوات بتاعتك. لا هعرض كل الشاشات دي يعني اوكي كده باين في حاجه في البراوزر. انا شايف البراوزر واقف على حته غريبه قوي. ماشي ممكن ناخد ديمو غيره بس ما اعرفش دوت بقيت الحاجات دي ما ظهرتش معانا ولا ايه. هو مديك شويه انفورميشن خاصه بالاب ده. رجعت له مرتين كان ده صح. في ده لا اخره يعني مش القصد بس ان احنا بصينا على الامكانيات اللي هو الجيت بيحاول يديها لنا وايه اللي احنا المفروض المخرجات اللي احنا هنوصل لها بعد ما نتفرج على مين اللي هو اللي احنا اتفرجنا عليه قبل كده اللي هو بس التبات من هنا والبتاع من هنا صح. هو الاولاني. فالفكره بس احنا كنا بنبص على ايه الامكانيات اللي الاوراكل جيت بتدهاني ان انا اقدر اتعامل او هوصل ليه يعني هوصل ليه لو انا اتعلمت الحاجات دي الخاصه بالاوراكل جيت. يعني طبعا ده السيم بيلدر بتظبط السيمز وكلام زي كده. ايه في حاجات بدي سيم جاهزه دي لو انت عايز يعني ده سيم بيلدر طبعا بس المساعد ليك في العمليات الخاصه بالسيمز المختلفه يعني. شوفوا على الاندرويد على مش عارف ايه على الويندوز على مش عارف ايه. طبعا عايز اعدل في حاجه طبعا عايز اديله جرين انا عايز منه الاخضر انا عايز منه الاسود انا عايز منه مش عارف ايه بحيث يقدر ايه يساعدك في شكل الالوانات والكلام ده كله بتاع الكنترولز. هنشوف الكلام ده ان شاء الله. فده كله طبعا ازاي بس بتنزل السيمبلدر ده والام بي ام وتنزله ازاي وكلام زي كده. دي كده كانت نظره سريعه على الموضوع. كمان في حاجه مهمه طبعا دي الالتا يو اي ديزاين
اللي هو بيكلمك عليها يعني. ويكلمك بقى هنا على الديزاين ذات نفسه بقى والنازل بتاع الالتا دوت وامكانياته ايه ومميزاته ايه كالتا ديزاين يعني. دي يعني زي صفحه كده وعاملينها للستايلز، تخش على الجاليري بتاعتها او الفيجوال بتاعها ويساعدك في بناء اليو اي بتاعتها. خلي بس على ما تفتح كده، انا عايز بس اقول ان في حاجه اسمها ديفلوبر جايد، وده مهم جدا، ويمكن ده اللي هنشتغل منه. ده الكتاب، كتاب متكامل بيدهولنا عشان هم مقسمهولنا شباتر عشان نتعلم فكرة الايه الاوركيش. فده بالنسبة لكم ليكم ورجلكم، هو ده اللي احنا هنشتغل من ده. فيرجن طبعا اخر حاجة فيرجن 6، كان من اسبوع فيرجن 5.8 باين ولا كام، اكتوبر 2019 اخر تحديث من كام يوم، فاهم ازاي؟ عشان الناس بس كانت بتقول ما بيتحدثش وكده، رغم انهم شغالين من اخر 2014 بس بقالهمش 3 4 سنين شغالين عليه. فالناس تقول لك بقى 4 سنين ومش عارف وما انتشرش بتاع ازاي يعني، يعني 4 سنين دول في زمن السوفت وير مش شيء يعني، اول سنه طلع يعني عمل ضجه يعني مش معقول، بياخد فتره على ما ايه على ما يبدا ينتشر يعني. غير ان مش شرط ان المنتج ينتشر الانتشار اللي انت متخيله، لان مش كل المنتجات زي بعض يعني. منتجات اوراكل اصلا كلها عموما ما بتنتشرش الانتشار اللي هو الرهيب يعني، هي بتشتغل على سكيل اضيق واتقل، هي دي طبيعتها يعني، هي طبيعه اوراكل كده، مش بتاعه ماركتنج بقى تقعد تشايه زي مثلا سكتش نزل ومش عارف هو اصلا كده يعني، مش بتعملش ما بتعملش الشو دوت يعني، مش بتاعتها هي، بتركز مع حاجه السيستمز الثقيله والشركات الثقيله والكلام ده كده بتشتغل على اساسها. دي بس كانت نظره كده على الايه، وده اتكم اهم حاجه الكتاب ده اللي هنبقى شغالين منه بعدين. بس الاول عايزين نعمل انتروداكشن، نتقل نفسنا في الايه في الامكانيات قبل ما نخش، لان احنا قلنا ده مقدم اصلا للانترميديت على ماشي.